اهلا السموجة، اهلا سيدي. مبروك عليكم الفوز والتأهل، ومبروك على الجمهور ديال الوداد اللي كان تبارك الله في المستوى. الله يبارك فيك. مالك واش ما فرحانش ولا شنو؟ علاش ما بيناش فيا؟ لا ايوا هذه هي نقطة القوة ديالي، وجهي ما كيتقراش كارت ميموار انت، وهذا الشيء اللي خلاني نربح. ما كيعرفنيش الخصم واش ضحك ولا غضبان ولا مخلوع ولا تايق فراسي ولا مقلق. ودابا انت في هذه اللحظة كي داير؟ لا لاباس الحمد لله. وانت وكي داير من الداخل؟ لا ميت بالفرحة من الداخل، ولكن متمر من برا. اجي وشفناك فاش تماركا البيت، شديتي في وجهك بحال كتنداب بحال مخلوع. لا غير شديت وجهي وزيرت ليه الحناك مزيان باش ما يضحكش. وعلاش؟ حيت انا واحد الانسان كان امن بديك اللقطة ديال الله يخرجها الضحك على خير. اهلا بك يا قادع، شرفتي التخشيبة. اهلا وسهلا. واش ديك الحيحة نورتي بحال الولية من بعد الفينال؟ حيحة؟ ده احنا تظلمنا يا جادع، كل حاجة ضدنا، اللعيبة والجمهور والتوقيت والتحكيم والجو، وفي الاخر تبخوا علينا الدخان مش عارف فلام ده ولا شيشة. ده احنا اسياد الشيشة يا معلم. وداك البيت اللي قلتي اورجو، واش كتشوف شوية ولا كتلمس؟ بصراحة يا باشا مفيش تسلل، بس انا لازم اكذب واقول تسلل. انا بقول ايه للاعلام المصري؟ اودي وشي فين يعني؟ ده انا غلبان. احنا ده بدينا في البكاء تاني، معرفش علاش انتو مالك تخسروا كتبدوا تبكيوا. اسمع يا باشا، ده احنا حساسين وحنينين، وعندنا تامر حسني وفاتن حمامة وانت عارف ان مصر ام الدنيا، والام حنينة وبتعيط طول النهار، وعاوزين الشعب ما يعيطش. ده احنا غلبانين. هاك واحد كاظم صاحبي، هاك مسح 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 صاحبي، كتقطعه في القلب. ربنا يخليك يا باشا. انت عارف ده احنا صرنا زي فيفي عبده بالظبط، بس فيفي عبده بترقص على الشرقي واحنا رقصنا بن شرقي.